محطتنا هلا يا زينب من عالم الفن والحياة، فخلينا نروح لمعرض جمع 43 فنان تشكيلي من جميع أنحاء سوريا، حمل اسم حالة حبأ. بيتكون الأعمال المقدمة ما بين لوحة ومنحوتة، وأكيد جملة تؤثر في وعي السوريين. فتولد وثيقة حب وحق وقصص حبق، تسافر إلى القلوب فتسكن بيوتنا، إلى سوريا بشكل مصغر في رحم ألف نون، لنحكي أكثر عن هالتظاهرة الجميلة الفنية. بس نرحب بصباح نغير اليوم بالفنانة بديع جعجاح، مؤسس صالة ألف ونون. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم ولجميع السوريين. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك من اهل البيت حضرتك. خلينا بالبدايه نحكي عن معرض حبق او حب وحق. صح. ايه يعني انتم مثل ما بتعرفوا الف نون دائما اعتادت خلال تجاربها دائما انه هي تجمع كل هذا الطيف السوري احيانا بمناسبات خاصه. لذلك هلا هون ضمن رحله الدرويش تبعنا انه هو وقت بياخذ طاقته باليمين وبيبذرها باليسار، شكل الطاقة اللي أخذها هو كانت بذور الحبق. لذلك إحنا وقت اللي أنتجنا هذه البذور وخلقت مجموعة لا متناهية من قصص صغيرة، قررت أنا بألف نون إني أجمع مجموعة من الفنانين وأجمعهم برحم ألف نون ضمن معايير معينة نحن تم اختيارهم، وحيكون في عنا خلال نهاية المعرض توقيع كتاب شعر لصديق لأنه هو عاشق للفن وهو شاعر. بنوجه له تحية أستاذ منذر زريك، وبنوجه التحية لكل الشباب والفنانين المشاركين معنا اللي هن 43 فنان، يعني محل بيتفاوتوا عمريا ما بين 25 ل 70 سنة. فلذلك هذا المزيج الخلاق أنا بقول إنه هو عبارة عن مجموعة من الطاقات الموجبة اليوم اللي احنا بنحتاج ده بهيدي الأزمة السورية اللي أثرت عمليا على روحنا. أهم الأدوات اللي احنا بنفهم فيها هي عمليا اللوحة المنحوتة، الجملة المطلوبة من كل زائر أو من كل فنان يوقع فيها ضمن وثيقة سميناها حب وحق. هلا منين جبنا نحن كلمتين؟ هلا لاحظي كلمة حبق هن ثلاث حروف، بنوصل الاثنين الأولانيات بيطلعوا حب، الأول والأخير بيطلع حق، ضد عكس الكلمة اللي هي قبح. فكل القبح اللي مرق على هذه البلاد هو ليس أصيل فيها، مثل الخطيئة اللي ما بتعمر أبدا. إحنا اليوم مثل ما بتعرفوا أمام انتصارات الجيش وصبر القائد، يعني ما فينا نحكي على الشهداء اللي نحن فقدناهم، ما فقدنا حدا، هن موجودين بقلوبنا وبأرواحنا، وبدنا نكمل الدرب نحن كل مين بالاتجاه اللي هو قادر يبني فيه. فلذلك حالة حبق هي حالة سورية فيها مزيج خاص، وهي جسر هو بيقدم لي جملة وأنا حقدم له قصيص حبق. هي هذا هو شكل المعادلة تماما. هذا القصيص هو حيبقى هي أنا سميتها أرواح بتخبرك دايما وبتهمس أنه حب وحق هو الجسر السوري اللي أنا وأنتو كل الناس ممكن نبني سوريا بشكل أجمل. خاصة يمكن كمان الحبق ريحته كتير حلوة ليها، يعني كمان جمال رسالة هيك فيها ريحته وشكله وطعمته. أكيد. خلينا نحكي، يعني كنت عم تقلنا أنه 43 فنان من كل المحافظات السورية، عدد ما نقليل أبدا. صحيح. وقلت أنه في تفاوت عمري يعني بين 25 سنة لل70، يعني صح. أجيال مع بعضها. فخلينا نحكي عن التحضيرات، كيف صارت التحضيرات، كيف لقيت حتى الأعمال، هل كل حدا عم يحمل رسالة معينة حسب وجهة نظره وعمره، حدا عنده طرقات، هل صار في تبادل بالأفكار وجهات النظر؟ لا، لكن نحن دائما بألف نون نتوافق مع كل الشرائح الفنية، كل حدا باتجاهه، ما بنفرض عليه أبدا أنه هو شو لازم يعمل أو شو لازم يلون أو شو لازم يكتب أبدا، هو حر. ليش؟ لأنه نحن منكبس حالة الاختلاف الواعي، الاختلاف الراقي. هذا الاختلاف اليوم هو اللي بيخلق منظومة مجتمع متوازن. نحن اللي بيعنينا انه هذا المزيج وهذا الاختلاف نحن منقوده بشكل انه مثل ما تقولي هو جوهر علاقة بيننا وبين 43 طاقة مختلفة رح نوجهها باتجاه الحب والتسامح والرحمة واللطف والحالة الاحترافية والإبداعية. لذلك حتى انا ب 43 دخلت شخصية هي عاشقة للفن وهي شخصية كولكتور، يعني شخص بحب الفن وبحب الفنانين ودائما بيقتني،
فن. هو شاعر كتير مهم. ليش؟ لأني أنا بحس إنه المنظومة المشرقية تبعنا، منظومة الشرق، لا يوجد فصل ما بين الصورة والجملة. يعني مثلا بتلاقي كتير أحيانا اليوم كلاتنا قلنا صورة، بس المنطق اللي احنا عم نتعامل فيه قديش هو راقي وقديش هو واعي وقديش هو مهم، هو بوابة القلب. عرفت كيف؟ هو هذا الشكل اللي بيستمر دائما. لذلك أنا عادة اعتدت بكل المشاريع اللي احنا مقوم فيها لابد من وجود جملة أثرت بوعي الفنان وهو بظن أنه حتأثر بالجمهور. لذلك هلا مثلا بتلاقي أحد الجمل بتقول ما مات كل الموت من عاش وله اسم. فكل إنسان خير، كل إنسان إيده للخير، كل إنسان مبدع، كل إنسان مثقف، كل إنسان حب أنه هذا الإبداع يصب في التيار الاجتماعي وتقويته، فهو إنسان ما بيموت، ما بيفنى أبداً. عرفت كيف؟ صحيح. فيستمر في إنجازه، يستمر في عطائه. نعم أستاذ بديع، حبق هو واحد، معناتها في حبق اثنين وثلاثة وإلى آخره. خلينا نحكي يمكن عن هالخط أو عن هالمعرض يلي انطلق بحبق واحد، وشو رح يتضمن بأجزاءه البقية؟ لا غالبا حبق واحد هي فكرة اليوم لساتها عم تتكون. نحن دايما بنقول هي بذرة، يا بتنمى وبتصير شجرة ضخمة، يا أما من أول ما بتطلع زابطة. فهلأ قدرتنا على إدارة 43 حالة مختلفة، عملية استقبال الأعمال وتنظيمها وترتيبها، حتى في عملية تنظيمها إعلاميا، وأنتم مشكورين كجهة إعلامية نحن بنحترمها ومنقدرها، وهي شريكة حقيقية بالمنجز نحن عم نقوم فيه. حبق واحد هو مثل ما قلنا جسر. اليوم عندنا 43 فنان مختلفين، لكن نحن عندنا حب لسه بغطي سوريا. أكيد. كل الفنانين اليوم اللي نحن ما قدرنا نتواصل معهم ونقول لهم كونوا معنا برحم ألف نون، رح نقول لهم بحبق اثنين وثلاثة رح يتوسع هذا المشروع ليشمل كرنفال. رح يكون سنوي اثنين وثلاثة؟ حيكون سنوي، حيكون له علاقة بالفن، حيكون له علاقة بالموسيقى، وحيكون له علاقة بالمسرح. فلذلك هي رؤية، حالة حبق هي حالتنا التي نبني عليها وعينا القادم السوري الممتلئة بالمحبة، واللي أنا اليوم أمام الحقوق ما بيصير إنه نحن نتجادل أمام الحق. نعم. فكل من يعرف حقه وحق الآخر بمحبة ولطف بتوقع حيكون في عنا عبور كتير مهم لسوريا الجديدة. يمكن خلينا نرجع شوي كمان لورا، بما أنه حكينا كتير عن طبعا المعرض هلأ اللي عم تحضروا له واللي بيضم كتير من الفنانين من المحافظات السورية، خلينا نحكي عن لوحة وجملة اللي أقمته بهدف دعم طبعا المجتمع الأهلي. صحيح. وهو كان في كتير من الروحانيات كمان. صحيح. فخلينا كمان نحكي بهذا المجال. عادة اليوم ألف نون هي بنعتبرها شريك للمجتمع، أدواته الفن والثقافة والفكر بكل الأنواع. نحن وقعنا روايات عنا لكتاب كتير مهمين، عملنا معارض فيها مزيج ما بين اللوحة والنحت. حاولنا دائما انه اخي هذا الرحم اللي هو عمليا ليس منه كتير كبير منه واسع، لكن نحن عم نقول انه البيت الضيق النقي يتسع لكل القلوب الجميلة. لذلك احنا اليوم منقول انه اذا عندك تقدر تمشي متر امشي، ما تستنى بأرضك ابدا، الحركة هي القيمة. حركة بركة. حركة بركة. لوحة وجملة هي كانت الفنانين اللي مروا على ألف نون، نحن أخذنا جملة من كل فنان زائد لوحة وعملناها بكالندر سنوية. هذه الكالندر أنتجتها ألف نون، هي من مال الفن، نحن بنقول مال الفن للفن. لذلك نحن قدرنا نخلق جسور تواصل بين مجموعة من الجمعيات الأهلية بمختلف الأماكن، لاذقية وحمص وحلب والشام، قدرنا نحن نعطيهم التقويم وهن يبيعوه ببازاراتهم او يبيعوه بطريقتهم للدونرز للي بيعطوهم مصاري، انه بدل ما يعطيه وما ياخذ شيء بيعطيه هو هالتقويم. التقويم هو مثل ما قلنا شراكه الفنانين، شراكه المثقفين ببيئات يمكن هن ما تخطر ببالهم، لكن نحن ضمن الوعي اللي بنحاول انه نعكسه من خلال ايماننا بهذا الوطن وايماننا بطاقات الفنانين انه ندمجهم مع الناس. نعم.
كلياتهم. نعم استاذ بديع، لكل حدا او لكل فنان يمكن حابب يكون متواجد بألف نون او يشارك بمعرض بهي الصاله او يقوم بعمل ما او يشارككم باعمالكم يلي عم تقوموا فيها، شو المتطلبات او شو هي الشروط يلي بتحطوها لاستقباله، وايمتى يمكن الوقت المحدد لحتى يمكن انتم تعملوا عن السنه كلها؟ لا الحقيقه نحن لك حاله بعيده عن هذا النظام. يعني انا شخصيا كثير بعتمد على اخلاقيات وانسانيه الفنان. نعم. ومن ثم عمله الفني. حلو. فما بقدر بفصل حال الفنان الاحترافي والممتاز عن حالته الانسانيه ونشاطه في المجتمع، هذا جزء من الخيار اللي انا بعتمده دائما وابدا. وانا في عندي مقوله بقولها دائما انه الفن هو عالم جميل، الانسان اجمل منه، بس الانسان والفنان هو حاله اقرب للكمال. لذلك اذا كنت فنان مو معناته انت من النخب اللي بتبتعد فيها عن الجماهير، انت كفنان اليوم بتكون بنفس السويه ويمكن اقل لحتى تقدر تحمل منظومه الوعي تبعك وتعطيها للاخر. صح. هذا اهم معيار. اثنين، نحن كل المكان تبعنا هو مكان مباح لكل اي حدا عنده تجربه ناضجه، تجربه فيها تجريب مهم وفيها ناتج مهم. طب مين بيقيمه؟ الحقيقة يعني عمليا معظم الحالة أنا. في عندي أحيانا مجموعة من الأصدقاء اللي أنا بثق فيهم. نحن عادة بنجتمع وبنقعد وبنحكي بنحكي كتير بأنه وين حال الفن التشكيلي اليوم أثناء الحرب، ما بعده، الفنانين اللي طلعوا من البلد، الفنانين اللي هن بقيانين هون، شو طبيعة العلاقة بيناتهم، شو هي الوثيقة اللي احنا بدنا نحكيها على لسان حال الفن التشكيلي أو حال الشعر أو حال الأدب بهيدي الأزمة. فبالنتيجة اليوم نحن إن شاء الله أنا بتوقع نحن كل مشروع بنكون فيه بنحكي حالة بنحلم فيها أو نأمل فيها، وأنا بظن أنه ما بعد حبق هو التيارات قادمة إلى علاقة في الانتصارات، إلى علاقة بولادة جديدة لوعي جديد لإنساننا السوري بشكل مختلف، زائد بيان لحركة الفن التشكيلي القادمة إن شاء الله ما بعد هذه الحرب اللي مرقت على هالبلاد، وإن شاء الله نحن حنزللها وتبقى نتذكرها هيك مع ابتسامة بإذن الله. أكيد. كمان كان في عندكم شراكة مع وزارة التربية بإطلاق مشروع ثقافي اسمه ألوان وأفكار من أجل السلام بسوريا، هو مشان نشر الطاقة الإيجابية بين الطلاب طبعا، وأنه تاخذوا شوية أفكار من هذا الصغار حتى أنه عم تشركون بالأفكار. صح. فخلينا نحكي كمان عن هذا المشروع، كيف لقى أصداء كمان؟ ألوان وأفكار، لاحظي نحن عم نقول الألوان يعني عم نحكي عن اللوحة، أفكار عم نقول للتلميذ مع العائلة فكر. كمان بدنا جملة. صحيح. زي هذا الترافق دائما منلاحظه كثير مهم بالنسبة لنا. لكن ليش التلاميذ اليوم، ليش الشراكة مع وزارة التربية، ليش الشراكة ما بين القطاع المدني الخاص والقطاع الحكومي؟ أولا لا يوجد فصل، لأنه هيدا بلدنا وهن أهلنا ونحن عمليا جنود بهذا الخندق الواحد. أنا بظن أنه إحنا خلال منظومة 5 سنوات من ألوان وأفكار متراكمة الوعي ضمن جمل مختلفة يتشارك فيها العائلة زائد التلاميذ، لابد من أنه نقدر نوصل لشرائح أوسع منكبس فيها الحالة الجمالية، الحالة الفكرية، الحالة الثقافية. لذلك نحن اليوم منا سعداء بأنه أشخاص اللي بتزور صالاتنا أنه يكونوا هن نفسهم بكل معرض. أحيانا نحن بحاجة أنه لرفض الطرق التشكيلية من شخوص جديدة. لذلك نحن واجبنا أنه نعمل حركة وعي، عملنا المسابقة بالشراكة مع التربية. المسابقة خلصت عمليا، والحقيقة أنا بدي أعتذر من على شاشتكم من كل الأهالي أنه تأخروا. التربية كان عندها وجهة نظر أنه أخي بعد الامتحانات بنعمل الحدث ومن كفن في التلاميذ، ونحن عملنا جائزة 10,000 ليرة لكل تلميذ، 100 طفل 100 تلميذ، نحن من الأول للبكالوريا حياخد جائزة عن العمل اللي هو ربح. فلذلك نحن كمان هي ليست القضية إلى علاقة بالمادة، لكن كمان المادة وقت اللي بيكون إلى حال موجود بتفرح الطفل، يعني بدل ما نعطيه 1,000 ليرة ولا 500، لا أعطيه 10,000. وهذا مثل ما قلت لك هو مال الفن بيصب بالفن. لكن هو ما شرط أنه يكون فقط على مستوى عمري واحد. جزء من تياراتنا هي خلق جيل جديد
يفهم قيم الجمال والقيم الفكرية وقادر يبني معنا لاحقا. نعم أستاذ بديع، هلا عم نشوف في كتير من المعارض بالمهرجانات رح تكون بأغلب المناطق السورية، رح يكون في مشاركة كتير واضحة وكتير حلوة لعدد كمان من الفنانين، إن كانوا بتشكيليين أو فنانين بمعظم مختلف الفن. خلينا نحكي قديش مهم إقامة مهرجانات بالمناطق بالضياع يمكن اللي هي بعيدة عن العاصمة وبعيدة عن الضوء. يعني أنت اليوم بنقول سوريا هيك بتحس إنه أنت بتتملك كرعشة جميلة، ليش؟ لأنه سوريا اسم كتير مهم، وقت اللي بنقول نحن غارق في التاريخ، تاريخنا الممتلئ بالتماثيل والإبداعات وممتلئ بالفن، لذلك احنا اليوم ما بنستغرب انه دائما هالبلد هاد بعز ازماته قادر على انه يقيم الملتقيات باعالي الجبال وين ما كان. الناس الانسان السوري هو انسان واعي محب وعاشق بالفطره، فلذلك اي وافد بفكر متخلف او متعصب او تكفيري او شو ما كان هو لا يلامس جوهر المعتقد اطلاقا. لا بتقولي انه هذا اليوم بيروج انه هذا اسلمي، هذا ليس اسلام اطلاقا، او بيروج انه هذا عنف، هذا ما ابدا، هذا شيء مدروس مركب بغرف عمليات مهمه ينتج هذا التطرف وبيشتغل عليه. نحن بحاجه لفكر مضاد تماما، احد اهم ادواته الموسيقى والفكر، وانه الناس يكونوا منفتحين على الاشياء. في جمله انا كمان بحب اقولها، انه دائما بنقول انه الانسان هو عباره عن كون مصغر، تمام؟ الكون كله هو عبارة عن إنسان منفتح. فذلك قدرتنا اليوم على نكون قادرين على أنه كيف نأخذ المعلومة وكيف نحللها بوعي عالي، ونعتبر أنه الإنسان هو أخونا منين ما كان، نحن قادرين على أنه نبني الجسور بكل مودة ومحبة. نعم. ببساطة ذلك الملتقيات هي حالة صحية جدا، إن كانت نحت إن كانت فن وتشكيل. حتى كل الملتقيات اللي صارت، آخر ملتقى اللي صار باللادية مثلا، ملتقيات نحت عم تصير بالسويدة، ملتقيات عم تصير ببلدة نقيب، يعني بوجه له تحية لرئيس البلدية اليوم. يعني هذا الوعي اليوم بفرحك، ولذلك نحن قادرين دائما على أنه كل فترة نحاول نخلق نبضة جديدة مختلفة في جوها وفي جوهرها وتبني. يعني 43 فنان الحياة ما سهلة، تذكري حلب قصدنا وأنت السبيل، 15 فنان اللي كانوا هن بالضباب، كيف قدرنا نعمل معهم هذا الإيفنت المهمة هاي، وبعد منا حلب تحررت بعد شهر ونص. صحيح. وهذا على فكرة قلنا ليش، لأنه الطاقة الحقيقية طاقة الحب المضبوطة وقت اللي بتراكميها بوعي صحيح ونقي حتما إلى تأثير طاقي، لأنه أكيد نحن لا. طاقيا ما بنقدر لولا بوت العسكري هيدا اللي عم بيقاتل، ولولا حكمة القائد العظيم اللي هو أصبح اليوم ليس رئيسا فقط إنما هو قائد عالمي. لذلك أنت اليوم هيدي المؤشرات كلها شو بتعطيكي؟ ما بتخليكي تمشي على الأرض، بتصير لك جوانح طيري أكثر. لذلك هذا الطيران هو المسؤولية اللي أنا ما بدي تطير وما أفهمك، أنا بدي تصير لعقلك ووصلوا لحتى نقدر نبني نحن سوريا الجديدة. نعم إن شاء الله أكيد بهمتكم وبهمة كل حدا بحب سوريا وكل فنان. بدنا نرجع نذكر لكل المشاهدين أنه يوم السبت رح يكون افتتاح حبق واحد. حبق واحد دعوة عامة، دعوة عامة ساعة 6، كل من يحضر جملة ويجي يوقع على وثيقة حب وحق يلا، ونحن رح نكون أكيد بليز بتمنى والله أكيد. نحن كتير نتشكرك أستاذ بديع، وشكرا لحضورك وموفقين يوم السبت. شكرا جزيلا، شكرا للجميع، شكرا لوجودك معنا، وأكيد موفقين بحبق واحد، وإن شاء الله هيك بيكون فعلا الافتتاح كتير مهم وبكون